احيانا اطرح السؤال على الشيخ مختار الله يحفظه، هل يجوز الاكل حتى الشبع؟ دلل. لان سيدنا ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه بطعام فاعطاه لسيدنا ابو هريره فقال قال لابي هريره اشرب شربت كل اكل كذا حتى قل لا اجد له مسلكا. هل كيف الجامع بينه وبين كله واشربوا ولا تسرفوا؟ على الدوام مش الصرف على الدوام ممنوع، يعني مش كل مره تملى الخزان، يعني مش كل مره تاكل، يعني ده وجه. وكلمه ولا تسرفوا تحتمل معاني، لا تسرفوا في الاكل تاكلوا كثيرا، لا تسرفوا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا تسرف ولا تشترب فلوس كثير. مش كده؟ ماشي. تفضل.